بتكلم على منتخب مصر ومواجهة الكونغو، مواجهة مهمة جدا قد تكون هي العبور إلى حلم المصريين وتأهل لكأس العالم بعد 27 سنة. أكيد طبعا، هي مباراة يعني إن شاء الله بإذن الله ممكن تبقى مباراة حاسمة إن شاء الله بإذن الله في صعودنا إن شاء الله. يعني حتى ممكن يوم 7 لو في نتيجة سلبية اتعملت مع أوغندا بالنسبة لغانا، أعتقد إحنا مكسبنا المباراة بصعودنا. فطبعا مباراة تبقى مهمة جدا جدا، مباراة طبعا مهمة الحقيقة كمان للجمهور الكرة المصري والشعب المصري، لأن إحنا بقالنا كتير ما رحناش كأس عالم. فأعتقد يعني دي اقرب فرصه كمان في السنوات اللي فاتت دي كلها ان احنا نروح كاس عالم. طيب انت شايف كابتن رمضان، يعني النهارده سمعنا خبر ان عبد الله السعيد قد يكون جاهز، ايضا وجود لاعب صالح جمعه، وجود البدائل ليه عبد الله السعيد، ولا هل شايف ان مستر كوبر هيبدا بعبد الله ولا ممكن يفكر في البدائل؟ لا هو صعب طبعا، عبد الله كان في تشخيص المبدأ الاولاني يعني كان فيه تمزق تقريبا. نعم. وطبعا هل خلال الاسبوع بس هو النهارده كابتن قال ان ده ما كانش تمزق، يعني الفحص الطبي الاشعه وقالت ان هو يا دوبك بس شد، وان شاء الله يتم تجهيزه وقد يكون جاهز لماتش القمه. لا يبقى خلاص، لو مفيش تمزق وفي شد اعتقد ان عبد الله يبقى يلحق. لكن هي في بدائل الحقيقه، يعني انا في رايي ان الفترة اللي فاتت عبد الله السعيد بيتعرض لإجهاد كبير جدا 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 في خلال مباريات الدوري أو مباريات الحقيقة الدولية. أعتقد إن في حالة الإجهاد اللي موجودة حتى عند عبد الله يمكن ده كان سبب رئيسي كمان في إن يجيله الشد ده اللي حصل له يعني في المباراة. ففي طبعا صالح جمعة، أعتقد صالح جمعة لا يقل يعني صالح جمعة الحقيقة أنا بقول إن هو يعني من اللعيبه المميزه جدا في مصر الحقيقه، كبلاي ميكر، صانع لعب، صناعه اللعب، او ان هو حتى بيسجل. عبد الله لعيب كبير الحقيقه. طيب انت شايف كابتن رمضان كوبر كيف يبدا؟ هل يغير طريقه اسلوبه الى حد ما؟ هل يلعب باثنين راس حربه ولا هل يلعب بنفس الشكل اللي بيلعب بيه بوجود محمد صلاح وتريزيجيه، و في الامام بقى هنشوف هل هيكون كوكا ولا هيكون عمرو جمال؟ يعني اعتقد هو مش هيغير طبعا من طريقه اللعب، لان صعب انك تغير طريقه اللعب. ويعني حاليا دلوقتي ما حدش بيلعب باثنين روس حربه، لان يعني كل العالم كله بيلعب ب 4 2 3 1 على اساس ان هو بيلعب براس حربه، والمساحات اللي هي بيتحرك فيها الثلاثه راس الحربه والاثنين الباكين هي الاطراف، اعتقد دي مساحه بتبقى كبيره جدا. واي مدير فني طبعا عامل ربط في التلت الهجومي بيقدر يستخدم المساحات دي استخدام الامثل، يعني صحيح. بيعرف يخترق من الجناب، بيعرف يخترق من العمق. فما اعتقدش ان مستر كوبر هيغير من طريقه اللعب. طيب هل هيكون في مفاجآت؟ في بعض بيستسهل موضوع الكونغو يا كابتن بشكل كبير جدا، وفي كلام بقى عن ان هم كانوا هينسحبوا ومش هيجوا والى ذلك، والناس حتى بعت ممثل من وزاره الرياضه الكونغوليه للماتش، والكونغو تعدت مع غانا. فهل شايف النغمه والكلام اللي بيستسهل مباراه الكونغو شايفه ازاي؟ اعتقد ان اي مباراه مهما كانت قوه المنافس او ضعفه، اللعيبه هتاخدها او الجهاز الفني هياخدها ان دي مباراه خفيفه وان دي مباراه سهله. اعتقد مباراه صعب جدا جدا جدا، مفيش حاجه اسمها في الكوره او في العالم كله حاليا دلوقتي مفيش حاجه اسمها مباراه سهله ومباراه صعبه. فيها انت حالتك ايه، فيها انت هتقدر تفرض رتمك انت على الفرقه الثانيه ولا لا. ما انت ممكن تكون فرقه ضعيفه جدا وما تقدرش تفرض رتمك انت عليها كمنتخب مصر. نعم. ممكن تكون مباراة ضعيفة وفي نفس الوقت ما تقدرش تعمل خطواتك، ما تقدرش تعمل شغلك. لا، أنا أهم حاجة اللعيبة تبقى مركزة، الجهاز الفني يبقى مركز إن دي مباراة العمر، مباراة حاسمة في تصفيات كأس العالم. أعتقد إن لو اتخذ بالجدية إحنا قادرين إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نعمل مباراة كبيرة، أداء نتيجة كمان إن شاء الله. لكن لو اتخذت إن مباراة فرقة هتنسحب او فرقه ضعيفه او لا، وكمان ما عليهمش ضغوط يا كابتن رمضان، الفرقه جايه ما عليهاش اي ضغوط دي كمان خد بالك، ده ما عليهمش ضغوط دي في صالحهم هم مش في صالحهم. ايوه انا بتكلم في كده ان هم كمان فرقه طبعا يا محمد يا محمد، يعني انت بتتكلم في الصح، لانك انت هو جاي ما فيش اي ضغوط عليه، هو كل تفكيره يعمل مباراه ويعمل نتيجه ايجابيه كمان.
فكر في كده، اللي عمل نتيجه ايجابيه ده انجاز بالنسبه له، انجاز كبير جدا. طبعا اي مدير فني على مستوى افريقيا لما بيتعادل مع النادي الاهلي ومتعادل مع منتخب مصر بيحطها في سي فيه. بالظبط، بيبقى انجاز ليه وبيحسب ليه كمان. بالتاكيد. طب عايز اسال حضرتك بقى، طبعا النادي الاهلي والعوده من الرحله الشاقه في اسبوع واحد بيلعب الترجي والنجم، بيلعب الاقوى فرق تونس، يعني اهلي وزمالك تونس خدهم في اسبوع واحد. واستعداده هيلعب ماتش ودي يوم السبت لتجهيز اللعيبه اللي ما بتشاركش بصفه اساسيه، اكبرهم طبعا لاعب اسلام محارب وبعض اللعيبه الاخرين، وعنده مواجهه قويه جدا امام الاتحاد، وايضا الاتحاد مع كابتن هاني رمزي مش من الفرق السهله. شايف المواجهه دي ازاي يا كابتن؟ انا شايف ان النادي الاهلي الحقيقه في مباراه الترجي اعتقد عمل مباراه كبيره جدا، مباراه العمر للنادي الاهلي، لان انت بتتكلم لسه كنا بنتكلم يا محمد دلوقتي على الضغوط. اعتقد ان الضغوط اللي كانت في النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي وهو رايح عامل بيتعامل مع نتيجه ايجابيه و2-2، اعتقد نتيجه صعبه رقميه، صعبه جدا 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 جدا. لكن تعامل الحقيقه اداره المباراه في 90 دقيقه لحسام البدر الحقيقه ولاعيبه النادي الاهلي نجوم النادي الاهلي الحقيقه عملوا مباراه كبيره جدا جدا جدا، وخصوصا طبعا في الشوط الثاني، وحسموا طبعا نتيجه المباراه الحمد لله. اعتقد المباراه الثانيه كان الوقت قريب جدا الحقيقه ما بين مباراه الترجي والنجم الساحلي، يمكن دي كانت دخلتهم شويه في جهاد، لان مش نفس الحاله الفنيه والبدنيه اللي كانت اللي كانوا عليها في مباراه الترجي كان في مباراه النجم. اعتقد يعني كان في شبه تاثير ممكن تقول اجهاد في من مباراه النجم، لان مباراه النجم كمان استهلكت من لعيبه النادي الاهلي مجهود كبير جدا جدا بدني وعصبي وفني، وحقيقه مجهود على مستوى عالي جدا وهم ادوها على مستوى عالي جدا. فبالتالي انا في رايي كمان ان هم عملوا نتيجه مش سيئه، لانك انت هنا نتيجه 1-0 ان شاء الله باذن الله. ويمكن حتى انت لما تيجي تعمل تقييم يا محمد للمستوى اللي ما بين الترجي وما بين النجم الساحلي هيروح لصالح الترجي الحقيقه. نعم. تيم كوره فرقه اعلى. يعني اعتقد يا محمد ان احنا تيم النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله قادرين ان احنا نحسم لقاء القاهره ان شاء الله باذن الله، واعتقد كمان هتبقى بنتيجه كويسه ان شاء الله. طيب عايز اسالك الكابتن حسام البدري في لقاء الاتحاد، هل ممكن يلجا للتدوير في بعض المراكز عشان يريح طبعا لعيبه المنتخب، وبعدين عنده مواجهه الرجاء ثم مواجهه النجم يوم 21؟ ده لازم يا محمد، لازم يبقى في تدوير ولازم بيبقى في تجهيز للعيبه اللي هي ان شاء الله باذن الله هتلعب مباراه النجم. اللعيبه اللي المفروض بدائل لاحمد فتحي، بدائل لو احنا بنتكلم في عبد الله سعيد ممكن يرجع، لو يعني ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله، لازم يبقى اللعيبه اللي هي المفروض هتبقى بدائل تتجهز في خلال المباراتين، مباراه الاتحاد السكندري ان شاء الله باذن الله، على اساس ان احنا كمان يبقوا دول خدوا مباراه رسميه ودي هتفرق معاهم، عكس مثلا ما انت هتجيب لعيب بقاله فتره كبيره جدا ما بيشاركش، اعتقد دي الامور هتبقى صعبه جدا. طيب عايز اسالك على وليد ازارا كابتن رمضان، وانت واحد من المدربين الكبار وعندك خبرات ولاعب بهذه المواصفات وفي السن المرحله السنيه الصغيره ديت، انت شايف وليد ازارا ازاي وهو اكتر من ياخذ انتقادات سواء في الاعلام او في الجمهور؟ بص يا محمد انا هقول لك حاجه، وليد ازارا عنده عنصر المفروض اهم عنصر الكره الحديثه، عنصر السرعه. نعم. ده يعني عنصر مميز جدا، الكره الحديثه بتعتمد على عنصر السرعه، لكن هو مشكله وليد ازارو الحقيقه ان هو تعامله مع الكرات اللي بتجيله داخل ال 18 او الحاجات اللي بتجيله انفرادات، لا تعامل ما فيهوش تركيز ومحتاج خبرات كبيره كتيره جدا جدا جدا، محتاج ان هو يعني في كل وحده تدريب. طبعا حسام البدري والجهاز المعاون والجهاز الفني الحقيقه على مستوى عالي جدا، انا بقول ان حسام البدري عامل الموسم اللي فات وتكمله الموسم ده يعني مدير فني مميز جدا من اميز مدربين، هو الافضل في مصر فعلا، افضل مدرب في مصر كسبان دوري وكاس. بالظبط بالظبط، فانا بتكلم لا حسام قادر ان هو يعني يوفر لوليد ازارو الحقيقه في كل وحده تدريب من 20 ل 25 دقيقه بعد حتى نهايه الوحده خالص. قصدك تخصصي يعني تمرين تخصصي بقى، التدريب التخصصي. الحاجات الانفرادات والتعامل ازاي مع الحارس وامتى يروغ الحارس وامتى يحط بطن رجليه يعني هقول لك حاجه يا محمد، الكوره بتاعت وليد ازارو في مباراه الترجي اللي هي كانت في اخر المباراه، اعتقد ان كان لازم بالعنصر السرعه اللي عند وليد ازارو لما يروح للحارس لازم يروغه في مساحه وبعدين يفضي الجول وبعدين يحط جول، هو لازم يتمرن على الحاجات دي كتير قوي قوي قوي. اعتقد ان وليد ازارو لو اكتسب الخبرات اللي هو تعامله
داخل ال 18 في الكرات العرضيه او في الانفرادات، اذا كانت الكرات العرضيه على الارض او الكرات اللي اتعامل بيها ضربات الراس، اعتقد هيبقى من المهاجمين المميزين جدا في مصر. هو كمان عنده يعني عنصر السرعه، وعنده كمان ميزه ثانيه كمان ان هو بيعرف يتحرك في المساحات الفاضيه بشكل كويس قوي، مجرد ان حد من عبد الله السعيد ممكن صالح جمعه يربط معاه بس في المساحه الفاضيه، اعتقد ان وليد ازارو ممكن يروح للجول كتير جدا. لكن مهم جدا قبل ما يروح للجول، مهم جدا ان انا يشتغل على المرمى كتير قوي وفي المواقف كلها اللي هي بتحصل في المباراه. كابتن رمضان السيد كابتن مصر والنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مداخله كانت مهمه جدا، استعرضنا فيها ابرز ما جاء مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. احنا عندنا كلام كتير جدا وعندنا كلام مهم، واحد من ابرز نجوم الكره المصريه، واحد من المهاجمين التقال قوي، كابتن احمد عبد المنعم مكوشر، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديد.